المتابعين الكرام، معكم اخوكم احسن العباد من قناه اختراع اعتماد. بالنسبه لجد فيكم في هذا الفيديو الجديد، كنستعرض لكم هذا الصندوق هذا اللي شريته انا واحد الموقع مجهول ب 100 دولار. بالنسبه هذا طلبته تقريبا شي سنه واخيرا عاد وصلني. المهم غادي نكتشف مازال ان لحد الان انا مازال ما حليت هذا الصندوق هذا، وغادي نكتشفوا قدامكم بحال هكا امام الكاميرا، وغادي نشوفوا شنو في الداخل ديالو. بالنسبه هو كنشوفوا ثقيل شويه، المهم غادي نحاول نكتشفوا. كتشوفوا بالنسبة للصندوق ضروري بأنه كيجي واحد الكتيب صغير بحال هاد الشكل هذا، وعندنا هنايا واحد المحفظة اللي غادي نشوفو شنو في الداخل ديالها بحال هاد الشكل. فيها هذا الكتيب هو كاين كيما كتشوفو معايا هنايا، وعندنا هنايا مجموعة ديال المفرد البراغي بحال هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. عندنا قوات هذه على حسيبها، عندنا هذا المكبر هذا القوات كما كتشوفوا معايا، هذا شي حاجه زوينه. وعندنا هذا الريموت كونترول هو واقع عليه جدا. عندنا هذا غير واحد زيد حراسو، عندنا اقلام بحال هكا تقريبا. عندنا هنايا مجفف الشعر كما كتشوفوا معايا هنايا، وعندنا هنايا المايك هادو معرفتش واش خدامين ولا مخدامش. عندنا حتى هاد المايك هدا فهو ديال الكاميرا الصحيحة، معرفتش واش خدامين ولا لا. عندنا هنايا بي شاهي، عندنا هاد الكابل الصحيحة فهو ديال الأوكسيجي، وعندنا هذا المصباح ديال الويز. مثلا ما عرفناش واش قدام ولا قدام. عندنا المصابيح ديال الصغير كما كتشوفوا معايا، وعندنا الطريق هذا هاد البلاي ستيشن وكيلا عارف كما كتشوفوا معايا واش قدام ولا ما قدامش. شوفوا هادشي اللي كاين في الصندوق الصغير كما كتشوفوا معايا، هادشي اللي طالب 100 دولار اللي هادي تقريبا سنة اللي سحبنا له الطلب وعاد وصلنا للطلب ديالنا كما كتشوفوا معايا. المهم اصدقائي هادشي اللي كانت هادو هما المكونات اللي كان متواجد في هاد الصندوق الغامض اللي انا شريته ب 100 دولار من واحد الموقع مجهول. المهم الا عجبك هاد الفيديو هذا اصدقائي ما تنساش انك تبارطاجي مع الزامي ديالك، وما تنساش انك تدعمنا بواحد اللايك، وما تنساش انك تشترك معايا في القناة ديالي اللي كنت جديد، وتفعل خدمة الجرس حتى اللي كيتوصل كل ما هو جديد وحصري في القناة ديالنا. المهم كنشكركم على هاد المشاهدة هادي، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.